السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك الصحة والعافية. الله يهديك. شلونك حبيبي؟ أنا عندي قناة على اليوتيوب اسمها حزورات، أسأل بي أسئلة. سؤال يوم، أول أكل أهل الجنة شنو؟ تفاح. لا لا. أنا طبعاً خلي المشاهدين يعذروني، يعني أنا أمسامحها. بعد يصدقون ما يصدقون على ذمة الراوي. ما هو أكل أول أكل أهل الجنة؟ فكر فيها شوي. عسل. ها؟ لا لا ما عسل. بعد الله يعطيك الصحة والعافية. عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ زيني؟ الحمد لله. عندي حزورة أو سؤال. ايه. أول طعام لأهل الجنة شنو هو؟ كبد الحوت. عافية. ما شاء الله عرفها. يعني انت سامع دي او شايفه؟ شايف الجواب. اه والله الى ليش مره انت ما عرفت الحزوره؟ بس عرفت. انطو حاجه بلف. انطي حاجه بلف. يلا هاي 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 اسمها هديتك.